بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف خلق الله النبي الهادي الامين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. يسر قناه النجار التعليميه ان تستكمل مع حضراتكم سلسله شروحاتها المتميزه في دوال الاكسل. النهارده ان شاء الله نشرح مع بعض الدرس الثالث اللي هي دوال الرياضيات والمثلثات ماث اند تريك. يا ريت دائما وابدا تتابعونا على قناتنا المتخصصه قناه النجار التعليميه على يوتيوب www.youtube.com/مسترطار النجار او مدونة قناة طار النجار التعليمية مسترطار النجار وان.بلوجسبوت.كوم او منتديات كنوز الطار www.formers.technos.com/form.phb. هنتعاون مع بعض النهاردة في شرح والتدريب على 20 دالة في من دوال الرياضات والمثلثات: دالة التقريب راوند، دالة الحد المطلق ابسوليوت ابس، دالة انتجرال عدد صحيح، دالة مود، دالة راوند اب، دالة سم اف، دالة ساين كوزاين تان، دالة لوج، دالة لوج 10، دالة باور، دالة برودكت، دالة اس كيو ار تي، دالة فاكت، دالة راند، دالة او، دالة ايفن، ودالة ترانك، ثم دالة رومان. 20 دالة. تعالوا بنا ننتقل الى الجزء العملي. اول دالة هنشرحها مع بعض هي دالة راوند، دالة التقريب. الصيغة العامة ليها يا شباب اللي هي يساوي ثم اسم الدالة راوند ثم الخلية المراد تقريبها او الرقم ثم كومة منقوطة سيميكولن ثم عدد الخانات العشرية. هنفترض مثلا ان انا عندي الخلية A1 فيها هذا الرقم اللي هو 24,456,000. عايزين نقرب هذا الرقم لاقرب عدد صحيح، لاقرب علامة عشرية واحدة، علامتين، ونشوف كده مع بعض. لو حبينا ننفذها يدوي هنكتب ايه؟ هنكتب يساوي ثم اسم الدالة راوند وافتح قوس ثم اسم الخلية التي تحتوي على هذا الرقم اللي هو A1 ثم سيمي كولن كومة منقوطة ثم عدد العلامات العشرية وليكن صفر. صفر هنا المقصود به العدد الصحيح، ونقفل القوس ونضغط انتر. قبل ما ننفذ معروف لما نيجي نقرب هذا الرقم اللي هو 456,000 الاقرب عدد صحيح هيتم تقريبه الى الصفر، يبقى اذا الرقم هو 24. بينما لو احنا قربناه الى اقرب رقم عشري هنقول يساوي ثم اسم الداله راوند، نفتح قوس الاي 1 ثم الكوما المنقوطه ثم واحد، واحد الى اقرب علامه عشريه واحده. قبل ما اضغط انتر ايه اللي هنعمله؟ هنيجي عند رقم 56 كده وهميا ونشد كده خط ونقول هل 56 من 100 تقرب الى الواحد الصحيح فتضاف على 4 فتبقى 5 من 10، ولا تقرب الى الصفر اذا كانت اقل من النص؟ هي اكبر من النص، اذا الناتج هيكون 24 صحيح و 5 من 10. طب لو قربناها الى اقرب علامتين عشريتين هقول له يساوي الراوند وافتح قوس الاي 1 اللي هي الخليه ثم كومه منقوطه وعلامتين عشريتين. لما نيجي نقربها هنيجي هنسيب علامتين عشريتين اللي هي 45، اتفضل 6. هل الستة اكبر من النص ولا اقل من النص؟ ده ديت 6 من 10، هي اكبر من النص، اذا تقرب الى واحد، الواحد يضاف على الخمسة اصبحت 6، اذا الناتج المتوقع هو 24 صحيح و 46 من 100. لو حبينا ننفذها عن طريق الدوال هنضغط على شريط من شريط الصيغة الفرمورا بار ادراج دالة، او ممكن نجيبها من تبويب الصفحة الرئيسية ايا كان، ادي ادراج دالة. ثم هنختار نوع الفئة رياضيات ومثلثات، ثم احدد اي دالة واضغط على حرف الار الى ان تظهر راوند. لما تظهر راوند اقول له موافق. في الخانة الاولانية اكتب الرقم او احدد الخلية، احدد ادي الخلية. في الرقم الثاني هقول له والله انا عايزك تقربها لي الى اقرب علامة عشرية واحد، واقول له اوكي، يبقى كده نفذناها. وادي نفس الرقم 24.5، ادي نفس الرقم 24.5، دي دالة ايه؟ دالة راوند. الدالة الثانية في الشرح هي دالة ابسوليوتلي اللي هي دالة الحد المطلق، ودي بتستخدم في تحويل الارقام السالبة او الموجبة الى ارقام موجبة. فلو قلنا مثلا سالب 20 وحبينا ننفذها هنقول يساوي اسم الدالة ايه؟ بي اس، ونفتح القوس ونحدد الخليه اللي هي سي 1 ونقفل القوس ونضغط انتر هيحولها الى رقم 20. يبقى داله ابس اللي ابسولوتلي تستخدم في تحويل الارقام السالبه الموجبه الى ارقام ايه؟ موجبه. هذه الداله داله بسيطه ومعظم الناس بيتعاملوا معاها.
الدالة الثالثة في الشرح هي دالة كاونت اف. نشوف كده مع بعض. في الحقيقة دالة كاونت اف دالة استاتستيكال، دالة احصائية وليس دالة رياضيات ومثلثات. اذا الدالة الثالثة هي دالة ان اللي هي دالة الرقم الصحيح، وهذه الدالة تستخدم في تجاهل ما وراء الفصل ويكتب الرقم الصحيح. هنكتب رقم دلوقتي رقم 10 ونبدا ننفذ الداله، هيظهر الرقم الصحيح فقط من هذا الرقم العشر. تعالوا بينا ننفذ. هنكتب يساوي ثم اسم الداله ثم نحدد الخليه او نكتب الرقم ثم اغلاق وانتر، هيتم في اظهار الرقم الصحيح فقط. لو حبينا ننفذها عن طريق ادراج داله او اضافه داله نضغط على الاف اكس ثم هنختار من الدوال رياضيات ومثلثات ثم نضغط على حرف الاي الى ان تظهر داله انتجر. هذا هو الوصف او الديسكريبشن، تقريب الى اقرب عدد صحيح. ثم بعد ذلك نكتب الرقم او نحدد الخليه ثم نقول له اوكي، وقبل ما نقول اوكي الناتج او البريفيو بيظهر كده قدامنا. يبقى اذا داله انتجر تستخدم لاظهار الرقم الصحيح فقط، اي تجاهل ما وراء الفصل. هنشرح مع بعض داله جديده وهي داله مود. داله مود تستخدم لاعطاء باقي القسمه فقط. فلو افترضنا مثلا ان انا قلت يساوي 9 على 5، لو ضغطت انتر يا شباب بهذا الوضع ايه اللي هيحصل؟ هيظهر لي خارج عمليه القسمه كامله اللي هي 1.8. لا انا مش عايز اعمل كده. امال انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اظهر باقي القسمه فقط. اذا لو انا كتبت في احد الخلايا 9 والخلية الثانية 5، تعالوا بينا ننفذ هذه الدالة. حول يساوي ثم اسم الدالة مود وافتح قوس ثم الرقم المقسوم اللي هو البسط اللي هي 9 ثم كومة منقوطة ثم المقام اللي هو المقسوم عليه واقفل القوس. وقبل ما اضغط انتر اسال نفسي 9 على 5 فيها الكام؟ فيها الواحد، والباقي كام؟ 4. اذا هي دي داله ايه؟ داله مود. ممكن انفذها عن طريق ادراج داله بنفس الطريقه رياضيات مثلثات ثم نضغط على حرف الان الى ان تظهر اسم الداله مود. بيقول لك ايه فيها؟ الوصف بتاعها نمبر اللي هو الرقم والرقم المقسوم عليه اهوت، واقول له موافق. ثم بعد ذلك في الخليه الاولى في الخانة الأولى يا إما أكتب اسم الخلية أو أكتب رقم، هذا الخلية وهذا المقسوم عليه في الخلية الخانة الثانية، هيطلع الناتج كام؟ 4. دي دالة إيه؟ دالة مود. الدالة الجديدة هي دالة راوند أب. راوند أب ديت بتعطي الرقم مقربا إلى أقرب عدد معطى من الخانات. الهيكل اللي عندها يساوي راوند أب، أفتح قوس، الخلية أو الرقم المطلوب تقريبه ثم عدد الخانات. تعالوا بينا كده الرقم ده هو نكتب رقم مع بعض وليكن رقم 56 و 8 7 3 9 صحيح 8739 من 1000. عايزين نقربه باستخدام هذه الداله، يبقى هقول له يساوي اسم الداله راوند اب ثم افتح قوس والخليه او الرقم ثم كومه منقوطه. بناخد بالنا ملحوظه مهمه يا شباب ان في بعض الاجهزه ممكن ما تبقاش كومه منقوطه، ممكن تكون كومه فقط، فلازم ترجع لاعدادات الجهاز ثم نقربها الى رقمين. طب لو هنا حبينا نقرب هنيجي بنفس الطريقه كده، هل ال 39 ديت اقفلها و9 تقرب ما تقربش، اذا الناتج هيكون 56 و7 و80 او 88 من 1000. يبقى هي ديت عمليه الايه؟ عمليه التقريب. يبقى ايه اللي حصل؟ انه قام بالتقريب، يبقى خلى الرقم ده هو اللي هو 39 زوده اصبح 1 ثم اصبح الناتج 56 و 88 من 100. دي داله راوند اب. عكس داله راوند ما بتعملش كده، داله راوند انت بتقول له قرب بيعمل تقريب فعلي. تقريب فعلي لو كان الرقم اقل من النص يا على طول يتجاهله يبقى صفر، لو اكبر من النص يضيف واحد، بينما داله راوند اب مباشرة بتضيف واحد. الدالة الجديدة هي دالة سام اف. دالة سام اف تقوم بجمع المدى او النطاق الثاني اذا تحقق الشرط المعطى على جمع المدى الاول. عندي مجموعة من الارقام وهي ادي المدى الاول وادي المدى
الثاني هنبدأ دلوقتي ننفذ دالة F سم F. دالة سم F دالة رياضيات ومثلثات، هنختار دالة سم F ونبدأ نفهمها كده مع بعض عملية، لأن واحدة من الدوال اللي محتاجة تركيز وفكر. الوصف بتاعها سم F الرينج اللي هو النطاق اللي هيتم أو المقطع اللي هيتم على أساسه الجمع، ثم المعيار، ثم النطاق الآخر الذي يتم جمع مفرداته. نقول موافق، هنقول هنا هو بالنسبة للرينج هنحدد اللي هي الخلايا دي، كده بنضغط ونسحب كده حددنا النطاق الأولاني، يبقى هو ده المدى الأول. الشرط بتاعي إن أنا عايزك تقوم بجمع الأرقام المقابلة للمدى الأولاني بالنسبة للمدى الثاني، يبقى أنا دلوقتي عايزك تجمع لي الأرقام الأقل من 16 مثلا، يبقى هقول له أقل من 16 من أنهي مدى؟ نحدد مدى الجمع اللي هو ده. هنلاحظ إن الناتج عندنا كام يا شباب؟ 11. جه الناتج 11 إزاي؟ آدي المدى الأول، المدى الأول، ونبدأ ننفذ الشرط. مين من المدى الأول أقل من 16 اللي هي 15؟ إيه اللي بيقابلها في المدى الثاني اللي هو رقم 11؟ هيجمع 11 فقط. يبقى دي الفكرة الخاصة بيه. طب البعض هيقول لي إيه؟ طب والله عايزين نجمع الأرقام الأقل من 20. أقول له أقل من 20، وعايزك تجاوب قبل ما الكمبيوتر يعملها، قبل ما الكمبيوتر يزرف. هتيجي جاي مين الأقل في المدى الأولاني من 20؟ 19، يبقى دي 9. ال 20 لا، ال 15، يبقى 9 و11 اللي جابها تكون 20. تمام كده، برافو. طيب البعض الآخر يقول لك طيب ما احنا نخليها 23، يبقى أقل من 23. هيذهب الكمبيوتر النوت للمدى الأولاني يشوف الأرقام الأقل من 23 15 وال 20 وال 21 وال 19. تمام، يبدأ يروح للمدى الثاني. لما يجي يطبق المعيار هيستوعب بس ال 14، يبقى هيجمع 11 و 12 23 23 و 12 35 35 و 9 44، يبقى الناتج 44. البعض الآخر بيخليه على طول أقل من 30. هلاحظ إن ولا رقم هنا 30، كل الأرقام أقل من 30، إذا هتقوم بجمع هذا المدى كامل. دي دالة إيه؟ دالة سم F، واحدة من الدوال المهمة واللي محتاجة تركيز. الدالة الجديدة هي دالة ساين. ساين اللي هي إيجاد جانب الزاوية، ديت من حساب المثلثات. هنعمل إيه؟ هنقول أدي قيمة الزاوية 90%، 90%، جيب الزاوية هتساوي باللغة الإنجليزية نكتب ساينت أو إدراك دالة، ثم نفتح قوس ونحدد الخلية التي تحتوي على القيمة ونقفل القوس ونضغط إنتر. إذا قيمة الزاوية اللي هي 90، هذا الرقم اللي ظهر قدام حضراتكم اللي هو 78% تقريبا، يبقى دي دالة إيه؟ دالة ساين. دالة ساين. هناخد الدالة الأخرى اللي هي دالة الكوزين. دالة الكوزين اللي هي جيب تمام الزاوية، لما نيجي ننفذها هنقول يساوي ونفتح قوس كوزين سي او اس، نفتح قوس اهو، ثم نحدد قيمة الزاوية ونقفل قوس ونضغط انتر، تظهر النتيجة بتاعتي 62% بهذه الطريقة. الدالة الجديدة اللي هي ظل الزاوية تان، نبدأ كده ننفذها مع بعض، عبارة عن الصيغة العامة يساوي ثم تان وقيمة الزاوية، يبقى دي اسمها ظل الايه؟ ظل الزاوية. ظل الزاوية لما نيجي ننفذها هنقول يساوي تان، ونفتح قوس ثم نختار الخلية التي تحتوي على قيمة الزاوية ونقفل قوس وانتر، يدينا ظل الزاوية. طب ممكن نعملها بطريقة تانية، ان احنا نعمل من ادراج دالة ثم تضغط على حرف التي الى ان تظهر تان اهو، ثم نحدد قيمة الزاوية ونقول له موافق، فتظهر النتيجة هي نفس النتيجة سواء كتبتها يدوي او استعنت بادراج دالة. كمان هندرس مع بعض دالة لوج. دالة لوج تستخدم لإيجاد لوغاريتم الرقم لأي أساس. الصيغة العامة لها يساوي ثم اسم الدالة الرقم سيمي كولون القيمة المنقوطة ثم الأس. عندنا رقم اهو اللي هو 25000%، عايزين نجيب اللوغاريتم الخاص بيه بالنسبة للأس 12. هنكتب أو يساوي ثم
اس الداله لوف وافتح قوس واجي الخليه او الرقم كوما منقوطه سيمي كولن ثم وليكن الاساس الاس 12 وبعدين اقفل قوس واضغط انتر. كان ممكن احفظها عن طريق ادراج داله، من ادراج داله هنختار داله لوف نشوفها كده مع بعض ثم نبص كده ادي لوف نمبر كوما منقوطه بيس اللي هو الاس موافق ثم نحدد فيه الرقم او نكتبه يدوي ثم تحدد الاس الخاص بيك يديك نفس النتيجه، دي اسمها داله اللوج او اللوغاريتم. الداله الجديده هي داله لوج 10، لوج 10 تستخدم لايجاد لوغاريتم الرقم للاساس 10. انا عندي رقم 350 عايز لوج 10 بالنسبه له، يا اما استعين بادراج داله واختار رياضيات المثلثات، يا اما اكتب الداله يدوي اقول له يساوي لوج 10 ونشوف المساعد اهو ثم نفتح قوس ونحدد هذا الرقم، وبعد ما تحدد الرقم تقفل القوس. ليه؟ لان الاساس معلوم، ثم اضغط انتر فيديني اللوغاريتم الاساسي بالنسبه للاساس 10 لرقم 350. واحده من الدوال المتميزه الاخرى هي داله باور. داله باور تستخدم لرفع رقم الى اس معين، وليكن ان الرقم اللي عندي هو 10 عايز ارفعه الى اس 5، 10 اس 5 النتيجه هتساوي ايه؟ قال لك استعين بداله باور هقول له يساوي واس الداله باور وتفتح قوس ثم الرقم والكومه المنقوطه ثم الاس وتقفل القوس وتضغط انتر. اذا 10 اس 5 بكام؟ ب 100,000. واحد يقول لي عايز الرقم 3 وعايز الاس 2، هقول له تقدر تنفذها بنفس الطريقه، 3 اس 2 يدينا كام؟ يدينا 9 وهكذا. يبقى دي اسمها داله ايه؟ داله باور، يساوي اسم الداله افتح قوس الرقم كومه منقوطه ثم الاس داله باور. الداله الجديده هي داله برودكت. داله برودكت تستخدم لايجاد حاصل ضرب مجموعه من الخلايا الرقميه، يعني لما واحد يسالك يقول لك اضرب 9 في 12 في 35 في 24، لو انت تستخدمها بالكالكوليتر العمليه سهله، لكن تعالى نتجاوب معاها من خلال برنامج اكسل. هتعمل ايه؟ هتعمل كالتالي، نشوف كده مع حضراتكم ونحدد مع بعض. هنقول ايه؟ هنقول يساوي، ادي يساوي ثم اسم الداله برو ده وافتح قوس ثم نحدد المدى، الخليه اللي تحتوي على الرقم الاولاني، طالما المدى متتالي يبقى شيفت وكاف النقطتين، ثم اخر خليه في هذا المدى اللي هي 7 يبقى حددنا المدى ونقفل قوس ونضغط انتر. لو كانت الخلايا متباعده في الوقت ده هنعمل ايه؟ هقول له يساوي برودكت، يساوي برودكت وافتح قوس الخليه اللي انا عايزها مثلا الاولى ثم كوما منقوطه الخليه الثانيه كوما منقوطه الخليه الثالثه واقفل القوس. تعالوا بينا نضربها قبل ما نضغط انتر، 3 في 2 في 6 في 10 ب 60، يبقى احنا عملنا كده. لو الخلايا متباعده يبقى يساوي برودكت افتح قوس الخليه الاولى كوما منقوطه الخليه الثانيه كوما منقوطه الخليه الثالثه وهكذا. لكن لو في مدى، المدى بتكتبه كده، يبقى يساوي برودكت افتح قوس الخليه الاولى في المدى نقطتين في بعض الخليه الاخيره في هذا المدى. هنتطرق الى داله جديده وهي داله الجذر التربيعي. داله الايه؟ الجذر التربيعي. يبقى احنا عايزين ادي الرقم وادي وليكن 4 9 1 و 80، عايزين نجيب الجذر التربيعي لهم. الجذر التربيعي، الجذر التربيعي، هل في داله لذلك؟ قال لك ايوه في داله لذلك. ايه هي الداله؟ سكوير، اس كيو ار تي، اللي هي السكويل روت. يبقى هنكتب، هنقول يساوي ثم اسم الداله اس كيو ار تي وتفتح قوس وتحدد الرقم وتقفل القوس وتضغط انتر يتم تنفيذه. يبقى الجذر التربيعي على الرقم 4 2، واقوم بالضغط والسحب بالنسبه لبقيه الارقام. اذا داله الجذر التربيعي اس كيو ار تي سكويل روت تكتب كالتالي، عباره عن يساوي ثم اسم الداله اس كيو ار تي تفتح قوس ثم الخليه اللي تحتوي على الرقم المراد معرفه الجذر التربيعي له ثم نقفل القوس ونضغط انتر لداله الجذر التربيعي.
واحدة من الدوال المتميزة الأخرى وشائعة الاستخدام هي دالة فاكت، اللي هي إيجاد مضروب رقم. إيجاد مضروب رقم لما نقول لواحد أنا عايز مضروب الثلاثة، يفكر ويقول لي أعمل أضرب ثلاثة في اثنين في واحد يبدأ النتيجة ست. أقول له مضروب الخمسة يقول لي خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد وهكذا. يبقى ليه اسمها دالة فاكت اللي تستخدم لإيجاد مضروب رقم. يبقى أنا لو عندي عادي الرقم مع بعض، ادي الرقم مثلا 3 الرقم 4 الرقم 5 وعايز المضروب الخاص بيهم، ادي المضروب هتتنفذ ازاي؟ اقول يساوي وبعدين فاكت وافتح قوس ثم احدد الخليه اللي تحتوي على الرقم او الرقم واقفله بالطريقه دي. طيب لو حبيت لي 4 يبقى 4 في 3 في 2 يبقى 24 وهكذا. اهوت يديني داله فاكت اللي هي داله فاكتوري اللي هي داله المضروب. دي واحدة من الدوال اللي ممكن نستخدمها من خلال برنامج اكسل. هناك دالة تسمى دالة راند وراندمايز يعني، ودي بتستخدم في توليد رقم عشوائي بين الصفر والواحد. تعالوا بينا ننفذها كده مع بعض. هتقول يساوي وتكتب راند وتفتح قوس وتقفله تضغط انتر يورد لك رقم عشوائي ما بين الصفر والواحد. طب نكررها تاني، يساوي راند ونفتح قوس ونقفله ونضغط انتر يديك رقم جديد. اذا هذه الداله تستخدم في توليد ارقام عشوائيه بين الصفر والواحد، كل مره تكتبها يظهر لك رقم جديد. داله من ضمن الدوال داله اسمها داله اود او دي دي. هذه الداله تستخدم في التقريب الى رقم اقرب رقم فردي. فلو افترضنا ان الرقم الفردي بتاعك 90 وعايز تقربه لاقرب رقم فردي، فبتقول له يساوي ثم اسم الداله او دي دي وتفتح قوس وتحدد الخليه اللي تحتوي على هذا الرقم او تكتبه، تقفل قوس وتضغط انتر. اذا ال 90 بيتم تقريبها ل 91 داله او. هناك داله افن. افن تستخدم الى تقريب الى اقرب رقم زوجي. اقرب رقم ايه؟ زوجي. يبقى هقول له كالتالي، هقول له يساوي ثم افن اللي هي اسم الداله وافتح قوس واحدد الخليه اللي تحتوي على الرقم واقفل قوس واضغط انتر، فبيتم تقريبه الى اقرب رقم بالنسبه له. فال 90 لما تيجي تقربها الى اقرب زوجي هي 90، لكن الوضع يختلف لو قلنا يساوي وكتبنا اسم الداله الزوجيه لافن وقلنا له قرب لنا ال 91 الى اقرب رقم زوجي وضغطنا انتر قربها الى 92 الى 2 وايه؟ و 90. الداله الاخرى قبل الاخيره هي داله ترانك تي ار يو ان سي. دي تستخدم في حذف عدد من الخانات العشريه. اذا لو انت عندك رقم عشري، هذا الرقم العشري وليكن على هذه الطريقه 67 و 98 من 100. عايزين نحذف رقم عشري واحد، هتقول له ايه؟ هتقول له يساوي ثم اسم الداله اللي هي داله ترانك، ليست داله تقريب ولكنها داله حذف، ثم الخليه اللي تحتوي على الرقم وكوما منقوطه ورقم عشري واحد. احذف رقم عشري واحد يبقى الناتج هيكون 76.9. ده الناتج الخاص بينا. الداله الاخيره هي داله رومان، وداله رومان تستخدم لتحويل الارقام الى الصيغه الرومانيه. مثلا هقول له ادي يساوي واسم الداله ادي رومان، وبعدين هقول له انا عايز الرقم 8 بس شكل الروماني شكله ايه، واضغط انتر نشوفها كده مع بعض. هتظهر على هذا النحو. طب نشوف رقم ثاني، هقول له يساوي اسم الداله رومان وافتح قوس عايز الثلاثة وبعدين اقفل القوس. يبقى انا عايز الشكل بالصيغه الرومانيه بالنسبه لرقم 3 واضغط انتر يبقى لي رقم 3 بالصيغه الرومانيه وهكذا. اذا احنا خلال محاضره اليوم او درس اليوم الدرس الثالث شرحنا بمشيئه الله عز وجل 20 داله من دوال الرياضيات والمثلثات. سعدت بكم، انا طارق النجار من قناه طارق النجار التعليميه، واتمنى دائما وابدا انكم تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب youtube.com/ مستر طارق النجار او المدونه الخاصه بينا مستر طارق النجار وان دوت بلوج سبوت او منتديات كنوز الطارق www.forums.technews.com/forum.hv. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.